جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. اللي عارف ما يكذبش يقول ما ثم شيء اللهم معجزة. مش توقف الإنسان عن بروز الوحش اللي فيه، والوحش جزء لا يتجزأ من الإنسان، فيه قال الآخر الملاك وفيه الشيطان، مش هكا؟ أديان هذا الكل تعترف به. الشيطان يبدأ مخبي فينا، وكما كنت نقول لك مش حكاية غني وفقير وبلاد متخلفة وبلاد متقدمة، بل البلدان المتقدمة تمارس عنف عنف متطور بعرش. واضح. أنت كنت حكيت في لقاءات أخرين يعني المسرحية ممنوعة على أقل من 15 سنة، على الأطفال أقل من 15 سنة، يعني هل المسرحية باش نلقى فيها حلول كيفاه نواجه العنف؟ يعني بالرغم اللي كما قلت يعني اليوم الوسائل والأجهزة ويمكن طبيعة حياتنا تخلي كل الشرائح تعيش وتشوف العنف من الصغير حتى للكبير. عمره ما كان المسرح يعطي الحلول، ولا الفن ولا الأدب ولا الفلسفة، يكشف يعري يحط مرايا في وجوه العباد، والمرايا المرة هذه حطيناها أولا في وجوهنا كمواطنين قبل ما نكونوا فنانين. والشخصيات حاملة أسامي الممثلين، فاطمة سعيدان اسمها فاطمة سعيدان، جليلة بكار اسمها جليلة بكار في المسرحية، نعمان حمد اسمه نعمان إلى آخره، باش تقول اللي راهو الوحش اللي فينا واللي فيك يعني السيد اللي وراك وفيا أنا، هذاك ينقض لا مفر من الانقضاض نتاعو وقت اللي ظروف تتلاعب، المكان والزمان والحاله الاجتماعيه والنفسيه والاقتصاديه والى اخره يتلموا. لكن العنف ما يقتصرش على هالتفسير، هذا التفسير العلمي ولا العلماني يعني اللي يرتبط بالصغر ولا بالثقافه ولا بالجهل ولا بالطقس ولا الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لا كيف هذوما كلهم يكونوا متوفرين تقولش بيه الراجل يقتل مرته ولا المرأة تقتل صغارها. انت كما حكيت يعني نعمان باسم نعمان، جليلة باسم جليلة، هل باش نشوف ولا يمكن انت تعرفهم وقريب لهم يعني الممثلين العنف اللي فيهم مش نلقاوه متاع شخصهم في المسرحية ولا؟ طبعا كل ما هو مكمون في الشخص، تكلموا على العلاقة بين الشخص والشخصية في المسرحية، لأن عن نفسي لها بمرأة قتلت رجلها اسمها فاطمة بن سعيد، والبسي هذية وقت اللي تروي أحداث ما تعرفهمش فاطمة خطرها مربوطة في الحبس، صارت لبرا تتأثر باللي تروي فيه، تنسى البلوزة اللي لبستها، تنسى لسيرمون ديبوكرات اللي يحلفوا عليه الأطباء، وتبكي ترشق قلنا سامحني فاطمة نحب نعمقك ولو ما عنديش الحق، خاطر قلت لها علاش؟ قلت لها خاطر ما عنديش الحق نخلط بين الشخص والشخصية، هالسكيزوفرينيا نتاعنا انك مذيع محايد اذا اقتضى الامر باش تلقى نفسك هيشة تتكلم ولا تفعل تمارس العنف نتاعك بالطبيعة، انت تمارس فيه من الصباح لليل، بركة ساعات تطغى عليه كيف يتفاق معاش نجم تتحكم فيه. حالة غضب قصوى، حالة خوف قصوى كما كنا نحكيه خارج الاستوديو، حالة يأس قصوى تخليك تمارس العنف على روحك ولا على الأضعف منك، وساعات حتى اللي أقوى منك ما تفيقش اللي انت قاعد تمارس عليه في بعد حتى تراجع روحك، وساعات ما عاش نجم تراجع سترتها. جوهرة FM